الاوروبيون. رغم الخلافات الظاهرية، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعم إسرائيل مالياً وعسكرياً وسياسياً. ففي أعقاب التصعيد الأخير المتبادل بين إسرائيل وإيران، سرع مجلس النواب الأمريكي بإقرار حزمة من المساعدات الأمنية الإضافية لإسرائيل بقيمة 26.4 مليار دولار، وذلك بناء على توصية من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. المساعدات التي أقرت بأغلبية 366 صوتاً مقابل 58 تهدف إلى تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية في ظل استمرار التصعيد الحالي بالمنطقة على عدة جبهات، مع تواصل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. وسيخصص جزءاً من هذه الحزمة الجديدة للمنظومة الدفاعية وتعزيز الآليات الهجومية، وجزء آخر سيخصص كمساعدات إنسانية. دعم مالي وعسكري غير مشروط لضمان أمن إسرائيل، يضاف إليه دعم سياسي تقدمه واشنطن لحليفتها تل أبيب. الدعم السياسي ظهر جليا خلال تصويت لمجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين عضواً في الأمم المتحدة، ورفضت الولايات المتحدة القرار الذي حظي بأغلبية 12 عضواً من بين أعضاء المجلس 15 مستخدمة حق الفيتو، في موقف داعم ومساند لحرب إسرائيل العدوانية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وبحسب خبراء، فالدعم الأمريكي لإسرائيل ليس ولد اليوم، لكنه التزام أمريكي ممتد لا يتوقف ولا يتغير بتغير الحكومات أو الإدارات هنا وهناك أو باختلاف الرؤى والمصالح في أحيان أخرى، لتبقى إسرائيل هي الحليف الأبرز والدائم لواشنطن.